مباراة طاقم تحكيم متكون من عبد الله الفضيل كحكم وسط، مساعد اول عبد الله الشكري، مساعد ثاني سالم المراكبي، ولا بركة الله صافرة حكم اللقاء عبد الله الفضيل تعلن انطلاق هذه المباراة. فعل عن طريق ادم عمر يلعب العرضية والمتابعة الدفاعية بكل امتياز، يسيطر على هذه الكرة احمد فكرون. احمد يترك الكرة لاحمد القديري، القديري تعود في نصف الملعب عن طريق جيري السليلي للاعب الافواري، مرة ثانية عبد الله الشعافي في هذه الكرة والتسديد من مسافة بعيدة والكرة خارج أرضية الميدان، نفذ الجانبية تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، من يتابع حارس المرمى بكل هدوء وبكل ثبات. أمامنا لقطة الإعادة والدخول القديري وزع والدفاع حاضر لترجع مع أحمد الهمالي، الهمالي وزع الهمالي وليد حسن، ترجع الكرة لوليد، وليد حسن ينطلق وليد بالفعل، وليد حسن يمر وليد، وليد حسن وزع وليد وبعيدة، محاولة عن طريق معاد، معاد معاد أول أهداف المباراة والأروع، تغيير اتجاه كل أمامنا لقطة العادة، يغير اتجاهها بمقصية في المرمى، إفاضة تمرير لقديري 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 وبراعة حارس المرمى شعواني يرتمي على هذه الكرة وأمامنا لقطة الهدف، لقطة أول أهداف هذه المباراة والهدف الوحيد إلى حد الآن، والفرحة الهستيرية لحارس المرمى ما شفناهاش قبل هذه الكرة. نشوف أمامنا لقطة الإعادة والقديري والتدخل الممتاز من قبل حارس المرمى الشعواني، ملعوبة باتجاه أحمد شلبي، أحمد شلبي مروان صوعي غزير سليني يستقبلها ويسددها من مسافة بعيدة، الحكم عبد الله الفضيل حكم المهمات الصعبة، كرة عالية تعود براسية من يتابع من يقابل من يقابل بعيدة، تعود باتجاه أيمن عمير، أيمن عمير يراوغ وحلوة اللعبة، ممتازة اللعبة أيمن عمير، أيمن حاولة والحارس المرمى يتدخل بكل ثبات، الحارس قديري وعمير، القديري وعمير بالفعل، عمير عمير مشي عمير، أيمن عمير تعود الكرة لصلاح سليلي، يري سليلي معتز، معتز يسدد معتز وتعود الكرة من القائم في مرة أولى والمتابعة في مرة ثانية، معاد الكوري أحمد العباني، آدم عمر واللاعب التنزاني واللاعب التونسي، صلاح فريق الوحدة انطلاقة سريعة ومحاولة من جديد عن طريق أحمد الهمالي، أحمد الهمالي والدفاع موجود، مروان صوعي، مروان منطقة الجزاء، وليد، وليد حسن يلعب عرضية من يتابع والمتابعة الدفاعية في اللحظة الأخيرة، منطقة الجزاء، وليد، وليد حسن يلعب عرضية من يتابع والمتابعة الدفاعية في اللحظة الأخيرة، ومرة ثانية فرصة وعريب يصوب والتسديد على المرمى، مرة ثانية والتصويب من مسافة بعيدة ويستقبلها حارس المرمى بكل ثبات، عبد الله الفضيل وفي هذه الآونة عبد الله الفضيل ينهي دقائق هذه المباراة بتفوق لاعبي فريق الوحدة.